أعلن وزير الصحة الأسبق صالح الحسنوي قرب دخول العراق إلى الموجة الثانية من فيروس كورونا، وقال إن كورونا أزمة عالمية ضربت جميع الأنظمة الصحية في العالم، وحتى من نجح في مواجهة الوباء عاد إلى المواجهة مرة ثانية. ووجهت منظمة الصحة العالمية رسالة تحذير من أن الأسبوعين القادمين هما الأخطر على حياة المواطنين، والعراق جزء من هذه المنظومة، إضافة إلى وضعه العام في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتظاهرات والوعي الصحي والرسائل الخاطئة التي خرجت عن سياسيين وأطباء وآمال زائفة للناس.